قوية تسببت في مصرع شخصين وعزل عدد من الدواوير، إضافة إلى إلحاق أضرار بالمنازل وبالمنشآت المائية ومحطات الكهرباء. روبورتاج توريا المعرس بارك زمني وحمد صغير. هذا هو حال الواد الوعر بإحدى الدواوير التابعة لقيادة تملكت ليلة أمس. صور تشهد على حجم الكارثة الطبيعية التي فاجأت ساكنة جماعة حدي مولاس بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية. قالنا كاين أمطار كتقول هادو فيهم ستة اليوم مجهدة، داكشي هذاك هو السبب. سبحان الله العظيم، داكشي ديال الله تعالى، الكون ديال الله هو هذا. راه هادشي كيكون في الصيف بزاف بحال ما هكا، كيكون الرعدة فات شي 3 متر لفوق، فات القنطرة فاتها شوية 3 متر ديال الماء لفوق. شنو درتو نتوما؟ والو، وقفنا حنا تما كنشوفوا فيه صافي. حتى اليوم ثاني عاد دازت هذه الحملة. الفيضان خلف مصرع شخصين، احدهما جرفته المياه الطوفانية والثاني لا زال في عداد المفقودين، كما تسببت الفاجعة في هدم وجرف بيوت سكنية محادية للواد والحقت اضرارا بالمسالك الطرقية. 54 عندي في ديال العمر، ما عمرني شفت هذه الحفله، هذه اول مره. مازال كنقلبوا دابا في الوادي، ياك ما كان شي واحد، ياك ما كان شي جثه، ياك ما جاب شي حاجه. فين كاين الخسائر بزاف، كاين في كنان، في اللنتلات واسوال. السياره الصغيره ما تقدرش تدوز دروكني، حتى السيارات الكبار هما واقفين هنا محبوسين. ولولا التواصل عبر الهواتف النقال الذي بشرته ساكنة المناطق المتضررة لتنبيه ساكنة بقية الدواوير المحادية للواد، لكان حجم الخسائر المادية وفي الأرواح أكبر.